تتابعونا في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. ما الأسباب التي دفعت الشباب الفلسطيني إلى تأسيس منصة لمة؟ كيف تعمل المنصة على استثمار مواهب الشباب وصناعة المبادرات المميزة؟ ما أبرز أهدافها والفعاليات التي تقوم بها؟ وفي زهرة المدائن، عائلة سمرين المرابطة في البلدة القديمة. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين العدوان على غزة عام 2008.